السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسميد الأبناء من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله فيديو الإجابة بتاعنا. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الإجابة يا جماعة، أي حد عنده أي سؤال ياريت ما يكتبش سؤاله تحت الفيديوهات التعليمية، يكتب سؤاله أسفل فيديو الإجابة، يدخل القناة آخر فيديو إجابة يشوف التعليقات متاحة فيه ويكتب السؤال بتاعه في تعليق، وبيتم الرد عليه ان شاء الله، لان ان شاء الله مش هنرد على اي اسئلة اللي عنده سؤال، يعني مش هنجاوب على اي سؤال خارج فيديو الاجابة. السؤال الاول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصي الخراف والجدان وساعد في التسمين. اول شيء الخرفان ما بتتخصيش، اذا كان عندنا عندكم في بلد تاني بتخصي، في مصر ما بتتخصيش الغنى، الخرفان اللي بتخصي الجديان. والغرض من الخصي مش التسمين، الغرض من الخصي الريحه عشان الجدي ما يطلعش ريحه، والا حتى بعد ما بيتخصي دي غريزه فيه بيقعد يبلبل وينط على المعيز عادي وهو مخصي، بس طبعا ما بيعشرش، ولكن هي الغرض من خصي الجديان عشان ما يطلعلوش ريحه من كتر النط، من كتر الضربة، من كتر التعشير في المعز بتطلع له ريحة. طريقة التخلص من برغوث في الأغنام في الشتاء بدون ماء، إن شاء الله هنعمل لها فيديو أخ مصطفى، عشان في طريقة كده بستخدمها، بس هحاول قدر المستطاع أعملها عمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال، مشكلة العدس ما كترتش منه في العلف ناهيك عن غلاء سعره. طيب هو غالي سعره، فاحنا كده كده لان هو فعلا سعره غالي، العلف يعني بيجي فرزة عدس بستة جنيه بخمسة ونص، زائد معلومة سمعتها ولو اني مش متأكد من صحتها برضك، يعني واحد حذرني منه قال في نسبة نحاس عالية ممكن يعمل تسمم بالنحاس، فانا حتى لما ذكرته في العلف 10% بحيث ما يزيدش نسبته عن كده، لحين التأكد من المعلومة. والله اتأكدنا من المعلومة، اقول عنده اي معلومة عن نسبة النحاس في العدس يا ريت يدلنا بها، هل هو في نسبة نحاس عالية يبقى فعلا كتره هيعمل مشكلة يعمل تسمم بالنحاس، فاحنا تجنبا وتحسبه هو كده كده مش متوفر وسعره غالي برضك، يبقى خلينا، ولو انه ساعات بيتوفر عندي وبسعر رخيص بثلاثة ونص او باربعة جنيه، بس برضك انا بحطاط منه وبكترش منه، بحط 10-15% بالكتير على العلف. اما اللي عنده علم اكيد من تحليل عدس ان نسبة النحاس فيه مش عالية يبقى مفيش منه مشكلة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمم الحمل يحدث في اي شهر من شهور الحمل؟ بيحصل 90% في الشهر الاخير، تسمم الحمل بيحصل في الشهر الاخير وبيكون ناتج عن سوء تغذية. بعد اذنك، ان شاء الله هجيب معزه ومعاها اولادها الثلاثه وهي عشر في الشهر الرابع، وعايزك تديني نصايح اعمل ايه وما اعملش ايه يا اخ علي. معلش ما حدش يكتب لي سؤال عام وانا هفصص السؤال، يا ريت السؤال يكون محدد، يعني اعمل ايه وما اعملش ايه، كده عاوز اشرح لك المجال بالكامل. القناه كلها قايمه على اعمل ايه وما اعملش ايه، القناه بالكامل قايمه على اعمل ايه وما اعملش ايه. وعموما عشان اوجهك لاول فيديو، شوف استقبال الأغنام، استقبال الأغنام، رجع للقناة واتفرج على فيديو استقبال الأغنام وفهمه كويس، وأي سؤال محدد اتفضل ما عنديش أي مشكلة، بس حدد سؤالك. هتسلسل إيه واحدة واحدة؟ أول حاجة بس الاستقبال، عشان تعدي مرحلة الاستقبال هي أخطر مرحلة. هل يمكن تحسين نسبة البروتين في علف بإضافة مكمل لحم دجاج؟ لا طبعا، أبدا أبدا أبدا، امتنع عن أي مكملات اللي هي تعتبر في حاجه اسمها، اذا كنت تقصد المركزات الحيوانيه اللي بتضاف في علف الدواجن، ابتعد عن، او العلف الدواجن نفسه لا يستخدم في تسمين الاغنام، لانه يحتوي على مركزات حيوانيه، مسحوق لحم ومسحوق عظم. العظم ماشي، العظم ده مصدر كالسيوم مفيش منه كلام، لكن اللحوم الحيوانات الاغنام بتاخد البروتين بتاعها بالكامل من كمصدر النباتي فقط، بتاخد البروتين بتاع الأغنام، بتاخد البروتين بتاعها بالكامل من اللي هو البروتين، مصدرها مصدر نباتي. يعني البروتين في مصدرين، مصدر نباتي ومصدر حيواني. مصدر نباتي اللي هي الحبوب بأنواعها والبقوليات والكلام ده كله اللي احنا عارفينه ده، العلف عموما،
مصدر حيوان هي اللحم، اللحوم دي تعتبر فيها طبعا اللحم والدم وإلى آخره، الحاجات الحيوانية دي كلها تعتبر مصدر، فيها مصدر بروتين حيواني. الدواجن ممكن يدخل في نسبتها من العلف، بيدخل نسبة 10% من مصدر البروتين مصدر حيواني، بس طبعا لازم يكون بعيد عن الدم، الدم نجاسة ما ينفعش حط العلف. لكن مسحوق اللحم عادي لو اللحمة حلال مش لحمة ميتة، لأن سألت في الموضوع ده، عادي الدواجن بطبيعتها لو تحط لها لحم بتاكله، الغنم بطبيعتها ما بتاكلش لحم، فما ينفعش تحط حاجة بغير طبيعتها. هو ده اللي بيجيب لنا الأمراض اللي ما كانتش في أجدادنا وأسلفنا، التجديد في حاجة غير موضعها. غنم بتاكل أعلاف نباتية فقط. حضرتك بتقول دراسة جدوى المشروع، دراسة الجدوى يا جماعة إن شاء الله بإذن الله هنعمل فيديوهات لدراسة جدوى بإذن الله. والسؤال اللي بعده نفس النظام، دراسة جدوى لعشرين خروف. أنا عامل دراسة جدوى على الفيس والله، على صفحتي على الفيس، اللي عاوز ميم نقطة عبد الرحمن فرغلي هيلاقي الصورة بتاعتي، وانزل بالصفحة تحت خالص هتلاقي دراسة جدوى لتسمين 20 خروف، أوزان من 20 ل 25 كيلو، دراسة تفصيلية. بس طبعا كل وقت وله أدان، يعني الدراسة دي كانت من سنة بس مش هتختلف ياما، كل حاجة مكتوبة بالتاريخ. ولكن إن شاء الله نعمل على القناة برضك بإذن الله دراسة جدوى. لو عايز اربي غنم لاستخدام الشخصي اجيب ايه؟ مع العلم ماليش خبره في التربيه، وهل ينفع اربي على السطح؟ ناحيه التربيه فوق السطح ينفع تربي فوق السطح، ينفع تربي فوق السطح، انا بربي فوق السطح مفيش مشكله، بس لازم يتفرش فرش تحتهم نشاره او تبن او قش عشان تشرب البول بتاعهم، وفي نفس الوقت تحافظ على الجفاف الارضيه تحتهم، وكل ما بتتبل تطرى بيتلم بيتم كنسها وفرش وتفرش فرشه جديده. اما اجيب ايه؟ للاسف لازم انت تحددي، ما ينفعش السؤال مفتوح تقولي لي بتفضل الماعز بتفضل الغنم، هتجيبي انتيات هتولد، هتجيبي ماعز هتولد، هتجيبي نعج هتولد، هتجيبي خروف هتسمنيه، هتجيبي جدي هتسمنيه. لازم تحدد السؤال، يا ريت السؤال يكون موجه على نقطه معينه، ما يكونش بصوره عامه. اجيب ايه؟ انا مش عارف، كل واحد ليه ميل معين، في ناس بتحب الماعز في ناس بتحب الغنم، فانا اعرف ان التربيه الشخصيه يعني هتاكل هتفضل لحم الماعز ولا لحم الغنم، هتجيب امهات هتولد ولا تسمين. وانا ارجح من ناحيه ليها، ارجح تسمين، وتسمين خرفان طالما الاستخدام البيتي. الخروف تحويله ما شاء الله احسن بكتير من الجديان اللي بتاكليه بتلاقيه فيه، وفي نفس الوقت ما تجيبيش اوزان صغيره، ما تجيبيش اوزان 25 كيلو، لا هاتي اوزان فوق، يعني قصدي ما تجيبش اوزان اقل من 20 كيلو عشان ما فيش خبره، اوزان في حدود 25 كيلو، 3 شهور 4 شهور وممكن تذبحيه ما فيش اي مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كم البروتين في التمر وكيف يتم عمل علف به؟ البروتين في التمر والله ناس كتير حللته، بس كل واحد بيتكلم كلام، لان هو بيختلف على حسب نسبه نوع التمر نفسه، وفي نفس الوقت كميه اللحميه فوق النوايا، لان في بيعتبر حاجه زي اسمها حشف عباره عن قشره على النوايا، بس عموما 8 7 من 7 ل 9% تقريبا نسبه البروتين في التمر تقريبا. ممكن تعمل بيه علفه، ممكن تحط لحد 25%. في ناس، انا عن نفسي كنت في ليبيا بناكل يعتبر تمر اللي هو البلح، تمر وخبز، ده العلف، ودريس فقط لا غير، تمر وخبزه اللي هو العيش والدريس والتب تبن القمح فقط، كان هو ده العلف بتاعنا بالكامل، بس كان معدل التحويل مش سريع طبعا زي الاعلاف العاليه في البروتين، مش تقول هو ده العلف خلاص هيسمن العلفه دي هتسمن وبتسمن الغنم، بس على المدى الطويل شويه، تسمين بطيء مش تسمين سريع. نوقف بس كده نرد على التليفون ده ونكمل. السؤال اللي بعده، احنا قلنا وكم نسبة، قلنا ممكن تستخدم 15% 25% مفيش مشكلة من التمر في العلف، بس اهم حاجة تكون الغنم متعودة عليه وبتاكله كويس. السؤال اللي بعده، ورم ارجل الاغنام ما هو علاجه لو تكرمت؟ مع الكلام يا جماعة، بس تكرمت عندي نعجة كانت حامل وولدت والورم من قبل الولادة ب15 يوم، الورم في الأرجل الأمامية لو في علاج؟ والله كانت عندي معزة نفس النظام، بس لو الورم في الركبة المشية طبيعية ما فيش فيها أي مشكلة،
مفيش عرق، كان الورم عندي في الركبة، ركبة المعزة من قدام كانت ورمة خالص بحجم الطماطماية كده، يعني حجمها كبير واضح، كان عبارة عن كيس زي المية، إما كانت مخبوطة مش عارف، ما ممكن تكون منخبطة في الركبة وعملت زي كيس مية وعبت في وعبى فيه المية، ده اللي عرفه يعني، ممكن تكون مخبوطة، لكن ما عرفش مرض بيعمل كده كياس مية الصراحة، إنها ممكن تكون مخبوطة. على العموم أنا طبعا فعلا غلبت في الإبر معاها، ما جابش معاها نتيجة غير لما فتحتها، تم فتحها بمشرط أبو موس حلاقة، موس حلاح أي مشرط من أي صيدلية، وبيتفتح وبتنظف وتنزل المية بالكامل، وبيتم تعقيم وداغ جوه بالبيتادين، بتكون الجلدة شبه ميتة لو هي نفس الحالة اللي كانت عندي، يعني بتنزفش، ما فيش نزيف جامد ولا، مجرد ما فتحت صفت المية نظفت من جوه، حطيت بتادين، وبعد كده حقن بنسلين، اخدت بنسلين، كانت الفترة دي وهي حامل قبل ما تولد وهي عشر، واخدت بنسلين حوالي اسبوع كل يوم 3 سنتي او 4، كانت وزنها تقيل، المعزة كانت حوالي 40 او 50 كيلو، كانت كل يوم بتاخد 3 او 4 سنتي لمدة 5 ايام تقريبا، بعد كده نشفت ورجلها اصبحت تمام 100% مفيش فيها اي مشكلة. فالبنسلين مضاد حيوي عام وهو اللي بينشف المية دي، بس ساعات لو اديت ابر من غير فتح، لو انت مش عارف تفتح خلي دكتور بيطري يفتحها لك، لو انت مليانة مية الورم ده مليان مية خلي دكتور بيطري يفتحه لك، اما لو مدة خراج عبارة عن صديد، لا ده ممكن يبقى خراج، سيبه لغاية ما يتفتح لوحده، يطيب ويفتح لوحده، لو فتحته قبل ما يطيب هيعبي من جديد. ده كده الفيديو الاول يا جماعة، احنا كنا متأخرين على فيديوهين، نشوف الفيديو التاني. الفيديو التاني ده الفيديو الثاني ماشي، لا الشبكة راحت مش وقتك خالص، تمام. لو سمحت معانا ده هو اخر سؤال جاوبناه ماشي، هل ينفع اضافة عرف ارانب للعلف؟ ينفع مفيش منه اي مشكلة، عرف الارانب الارانب نباتي 100% مفيش اي مشكلة، ينفع وينفع تسمن عليه، بس سعره بيكون غالي شويتين، علف الارانب لانه هو نازل على اسم الارانب سعره بيكون غالي شوية، فالافضل انك تعمل علف على ايدك، لكن هو ينفع ينفع. ليه ما حسبش نسبة البروتين اللي موجودة في البرسيم على الرغم انها اعلى من بعض مكونات العلف؟ البرسيم في نسبة، احنا قلنا لو استخدمت البرسيم المجفف، البرسيم المجفف لو الدريس مش البرسيم الاخضر، البرسيم الاخضر نسبه البروتين اللي تتجاوز 3-4% الاخضر، بتكلم عن برسيم المجفف، برسيم مجفف اللي هو الدريس، البرسيم المجفف في نسبه بروتين كويسه، في نسبه بروتين كويسه، ولكن احنا بنعتبره في الياف كتير بنعتبره من الماده الملأة، وقلت لو استخدمت الدريس ممكن اخفض من العلف المركز، بمعنى انا قايل العلف المركز اقصى كميه في التسمين السريع قلنا 3% من وزنه في اليوم، ممكن استكفي ب 2.5% في اليوم طالما باكل الماده المالئه دريس، طالما باكل الماده المالئه دريس يبقى استكفي ب 2.5% علف مركز عادي. عاوز تخلط لو انت فرمت الدريس وبتخلطه مع العلف بردك نفس النظام، هتصبح فيك هتوفر جزء من العلف، هتوفر اللي هو 0.5%، ممكن يوصل ل 1% لو الدريس بتاعك كويس وجودته ممتازه، يصبح 2% علف مركز، 1% هتوفر، معلش اسف هتوفر من العلف، مش 1% لا هتوفر من نسبه العلف المركز، يعني بدل 3% ممكن تبقى 2 او 2.5. اما الدريس اكل لحد الشبع هو هيكمل الجزء اللي ناقص من ال 3% لان الدريس فيه نسبه بروتين كويسه. اما لو اي ماده ملقى تاني الياف لا خليك تبقى تصبر زي ما هي 3%. عندي جدي 20 كيلو معاه اسهال بقاله اسبوع، بس اسهال جامد دلوقتي مش بيقدر يقف خالص، وبرضه جاله اسهال لجدي عمره 4 شهور قعد يومين ومات، اعمل ايه في الاسهال؟ اخذ انتنام معلوم من جسمه ساعه. في قلنا انا اتكلمت في الاسهالات وقلنا في اكتر من انواع كتير يعني بتستخدم الاسهالات، في الانتنال، في الكابكت، في الستريبتوكين، في اموكسي، دول كلها ادويه بشريه، في الاموكسي والانتنا والاموكسي والستريبتوكين برشام، والانتنال والكابكت شرب، ادويه شرب،
فانت لازم تجرب، لان على حسب الميكروب في الانتنال ممكن يجيب نتيجه ما يجيبهاش الكابكت، ممكن الستريبتو يجيب نتيجه ما يجيبهاش الاموكسي. فانت بتجرب يوم واثنين ما جابش نتيجه، مباشره بتدخل على النوع اللي بعده. وفي نفس الوقت لازم 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 محلول جفاف، طالما في اي حاجه عندها اسهال صغير او كبير لازم من محلول الجفاف عشان تعوض نقص الاملاح اللي بيحصل. ولو درجه الحراره انخفضت يبقى لازم يتعلق له محلول. فانت قلت لك معاك، وفي طبعا ادويه بيطريه زي بنستريب اللي هو بنسلين مع ستريبتومايسين، بنستريب بنسلين زائد ستريبتومايسين بيجي للحق برضك ده كويس للاسهالات. في السلفة، سلفة ديميدين 33% برضك شغاله للاسهالات. في سلفات بيطريه، مجموعه سلفة ثلاث انواع سلفة واربع انواع يعني في نوع اسمه كوكسكيور عباره عن ثلاث انواع سلفة، ده بودره بتدوب في ميه وتشربه. يعني في انواع كتير للاسهالات، فللاسف الميكروب المعوي ميكروب معويه كتير. فانت بتجرب كل نوع مضاد حيوي بحيث شوف اللي هيجيب معاك نتيجه. عاوز تعرف ايه اللي هيجيب معاك نتيجه، مباشره من اول مره تاخد عينه من البراز وتروح بمعمل تحلله، يقول لك نوع الميكروب، يعمل لك عليه اختبار حساسيه، هيقول لك نوع المضاد الحيوي اللي هتستخدمه، مباشره هيجيب نتيجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كم متوسط سعر دريس البرسيم البلدي حاليا؟ دلوقتي احنا في الشتاء ما فيش دريس، ولكن في الصيف بيكون في حدود 2500 تقريبا، يعني في الرينج ده كده 2200 2300 2400 2500 في الرينج ده كده. طبعا ده اقصى حاجه 2500 بيبقى كده بالزياده خالص، ده لو هو جاف تماما ما فيش فيه اي رطوبه. لكن انا كنت بجيبه من البنجر الحجازي من الوادي بتاع برج العرب، البرتدريس الحجازي بتاع برج العرب اقصى بيوصل 2300 من المحل او 2400، تاخده من ارضه ب 2100 2200 ينزل لغايه 1800، فمتوسط يعني 2200 2300 كمتوسط. جدي 4 شهور جاله درس سخونيه من شهر وبعدها خسس جدا واكلته حركته ضعيفه عن الاول، مع العلم بعدم تغيير الغذاء وكل يوم بيضعف عن اللي قبله واخد ايفماكس سوبر. لو الاسهال انقطع دور السخنيه جاله جامد ده وانت ما عالجتوش، دور السخنيه ده ممكن يسبب مشكله في المخ، وقلنا ممكن يسبب دوشان، ممكن يكون بدايه اعراض الدوشان يعني التهاب في المخ، جاله التهاب في المخ بسبب دور السخنيه اللي جاله، وده ما بيطلعش. السخنيه ممكن بتاثر على الاعصاب بتاثر على المخ، لو جت دور سخنيه جامد وما تمش العلاج اما بيجيله يعني زي شلل، حاله من حالات الشلل، حاله من حالات ضعف الاعصاب، بيمشي يتلوى يمين شمال، بيمشي يرقص يمين وشمال، او بيجيله التهاب في المخ اللي هو الدوشان معروف في مصر اللي هو يقعد يلف حوالين نفسه، ده كده يعتبر خلاص الجدي ملوش علاج لو الحالات دي. اما لو الاسهال لسه فيه فاللي فيه ده ضعف من شده الاسهال اللي جاله، يعني جاله جفاف، لازم تدي له محاليل جفاف وعلق له محلول. عندي معزه والده من اسبوعين، والدتها ماتت وحلبتها يومين وبعد كده سبتها لكن قطع اللبن منها، مع ان لبنها قليل من البدايه وهي بكريه، وهي الان ضرعها احمر وهزيله، فهل هذا يؤدي الى ضرر؟ لا، اللي ممكن يؤدي الى التهاب ضرع. طالما والده وعيالها ماتوا احلبها مثلا، طبعا بتكون اللبن في اعلى اضرار ليه اللي هو بعد الولادة أول شهر من الولادة، فأنت هتضطر تحلبها. كل ما تشوف الضرع اتملأ هتحلبه، مش لازم تصفيه للآخر، فقط تخف اللبن، يعني تحلب نص الكمية اللي في الضرع وتسيبها يومين تاني وتحلب برضك، كل ما تلاقي الضرع اتملأ احلب منه شوية خفه، ما تخليش اللبن مشدود في الضرع، بس في خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة بتلاقي اللبن نشف إن شاء الله. طريقة لتنشيف اللبن هذه الطريقة اللي قلت لك عليها إن شاء الله. اما الضرر ان ممكن يجي لها التهاب ضرع. عايز حضرتك تحسب لي على السعر الحالي تقريبا جدول الاقتصاد من تسمين 30 خروف برقي، ماشي قلنا زي ما قلنا. انت سؤالك هل يفضل اضافه الفول المجروش ام الفول غير بغير جرش؟ لا، الفول المجروش طبعا، الفول السليم في غنم بتعتبره زي الزلط ما بتاكلوش، بتنزله من بقها تاني تعتبره زلط لو ما كانتش متعوده عليه، فيفضل طبعا الفول المجروش.
عشان ممكن تكون حتى السنان مش كلها قوتها، يعني مش كل الغنم قوة المضغ بتاعتها كويسة. في غنم كمان صغيرة بتعرفش تاكل حباية الفول كاملة. يفضل فول الصويا ممكن تحطه حب لأنه هو طري، أما فول البلدي بيكون ناشف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا في السودان مراعي طبيعية عاوز أكون خلطة تسمين، ينفع كسب السمسم؟ كسب السمسم ممتاز ممتاز ممتاز، يحل محل كسب الصويا بالكامل، ما فيش منه أي مشكلة. أما كسب الفول السوداني في نسبة زيوت عالية وبيزنق بيعمل إيه، بيخرب بسرعة، سريع الخراب. كسب الفول السوداني سريع الخراب، بيتزنخ بسرعة وبيعمل سموم فطرية بسرعة. كسب الفول السوداني فصلاحيته قليلة، زائد سوء التخزين ممكن يعمل لك سموم فطرية في العلف. ولكن حلو فول كسب السوداني حلو برضك، ولكن كسب السمسم طالما طفر عندك كسب السمسم، استخدم كسب السمسم بديل كسب الصويا. وطبعا انا استخدم كسب السمسم وذرة، ذرة سوداني مش فاهم هي عن الذرة، اذا كانت ذرة بيضة ذرة صفرة اي ذرة، مع الردة مع ردة القمح 100% ان شاء الله. كم نسبة البروتين في كسب السمسم؟ تقريبا زي نسبة البروتين في كسب الصويا، هي تقريبا 40-42 أربعينات. نسبة البروتين في كسب السمسم تقريبا 40، وكسب الفول السوداني مش فاكر والله، بس هي في الأربعينات تقريبا برضك، يعني تقريبا في الأربعين برضك كسب الفول السوداني. زي ما قلت لك عندي مشكلة، استخدم كسب السمسم والذرة والردة بتاعت القمح، كده تبقى العلفة بتاعتك ممتازة إن شاء الله. كم نسبة البروتين في التمر؟ ده جاوبناه. عرش البسلة أفضل من الدريس ولا إيه؟ لا طبعا الدريس هو أفضلها. خد قاعدة، عرش البسلة عبارة عن إيه؟ نبتة طلعت ثمرة اللي هي البسلة، اللي هي البازلاء عشان الناس بيسمونها برا مصر، طلعت نبتة اللي هي البازلاء، طلعت حبوب بقوليات، البقوليات دي فيها نسبة بروتين عالية، أخدت الثمرة منها وفرمت العرش. أي نبتة طلعت ثمار، طلعت ثمار، المتبقي لازم بتكون نسبة البروتين فيه ضعيف. الدريس عبارة عن برسيم ما طلعش ثمرة، نبتة ما طلعت ثمرة، تم حشاها تجفيفها، النبتة دي تحتوي على نسبة، مش كل النبات يعني، هو البرسيم يعني عموما. طيب الدريس اللي هو البرسيم وهو أخضر، لو تم تركه لحد ما يطلع النوارة الزهرة ويعمل تقاوي اللي هي البذور، بذور البرسيم، وتلم وتشيل منه اللي هي الحبوب البرسيم، العود اللي بيقعد ده بتسمى تبن البرسيم، نسبة البروتين فيه ضعيفة يعني 3-4% بالكتير، مش هتزيد عن كده. وهو عبارة عن زي الدريس مجفف، برسيم نشف وتجفف، بس تم سحب بذور، البذور دي أخدت الفايدة من العود بالكامل. فما فيش دريس، ما فيش عرش نبتة أفضل من الدريس، الدريس هو الأفضل طبعا. العرش البسلة ده يعتبر مادة ملأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك عبد الرحمن من سوريا. عندي أغنام ولدت من شهر وأقدم لها علف جيد، ما هي الإجراءات أو الإضافات التي يجب أن أقوم بها لتدخل فترة حناية؟ فترة حناية يعني عاوزها تصرف. ما فيش مشكلة، ولدت من شهر هي بتاخد لها حوالي 40-45 يوم من النعاج وبتصرف، هي أغنام صح أغنامها. طبعا سؤالك من أسبوع ماشي تمام. الإجراءات فقط لا غير، انت بتهتم بالتغذية، انت بتقول لي مهتم بالتغذية كويس، طالما مهتم بالتغذية كويس ان شاء الله بتحني في وقتها بإذن الله، مفيش منها اي مشكلة، تضر لبن حلو وبترضع وفي نفس الوقت هتحني معاك كويس ان شاء الله. فيما عدا بس في اضافة ممكن تضيفها كويسة للعلف، وهي ثنائي فوسفات، ثنائي فوسفات سواء ثنائي فوسفات الصوديوم او ثنائي فوسفات الكالسيوم. انا عاوز الثنائي فوسفات، عاوز عنصر الفوسفور، بينشط التبويض عند الاغنام وبينشط الذكور برضه، بينشط الذكور وبينشط الإناث اللي هو عنصر الفوسفور. فأنت ممكن تستخدم طبعا بس مش زيادة عن اللزوم عشان ما يعملكش تسممات، يعني تستخدم كيلو لكل 100 كيلو في فترة الحناية بس، مش على العلف باستمرار، يعني اللي هو مدة شهر. يعني تلاتي الغنم، أنت بعت لي السؤال من أسبوع وهي ودت من شهر، يعني شهر وأسبوع، يعني ممكن تشتغل على مدة 2-3 أسابيع تحط كيلو لكل 100 كيلو علف فقط لا غير، بعد كده بتشيلها خالص مش مشكلة، مفيش أي مشكلة. كيلو لكل 100 كيلو ثنائي فوسفات. عاوز تخليك في الامان نص كيلو مفيش مشكلة، عشان لو طولت الفترة مفيش مشكلة، نص كيلو لكل 100 كيلو، نص كيلو ثنائي فوسفات. لا والله الفترة اللي هتعلف فيها صغيرة 2 أسابيع ولا حاجة، حط كيلو على 100 كيلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بنقل اغنام من منطقة بعيدة، اعمل ايه في حقن الاغنام؟ اول حاجة تنقل
ما تنقلش، احنا دلوقتي في الشتاء، ما تنقلش الغنم رقم واحد، ما تنقلش الغنم في جو الساقعه. يعني لو الغنم الجو شتاء ما تنقلش الغنم فيه، الجو ساقع ما فيش شمس ما تنقلش الغنم فيه. اختار جو، طالما الغنم هتنقلها في وقت انت هتحدده مش جايبها من سوق، يبقى ما تنقلش الغنم في وقت تكون فيه الدنيا مغيمة او الدنيا بتشتي او الدنيا ساعة، لا او بالليل، لا انقل بالنهار طالما احنا في الشتاء حاليا. انقل لو في الصيف اقول لك العكس، لو انت في الصيف انقل بالليل، تجنب، حاول تتجنبها قدر المستطاع شمس الصيف، تجنبها على قد ما تقدر بالنسبة للصيف. في الشتاء لا، تدور على الشمس، يعني حاول تتجنب نقل الغنم في الليل بالنسبة للشتاء، وتجنب نقل الغنم بالنهار بالنسبة للصيف. دي رقم واحد. رقم اتنين، حاول تقفل العربية من طيارات الهواء، مصد الهواء، خلي العربية من ورا مفتوحة، ولو هتضللها هتقفلها بخيمة بمشمع أو بحاجة، يبقى نازلة بحيث تصد مصد الهواء اتجاه دخول الهواء. المخرج لازم يكون فيه مخرج للهواء اللي هو خلف العربية. حبيت تحقن، احقنهم فلوريكول، طالما غنم تسمين مفيش مشكلة، احقنها كلها فلور فينيكول، لو هي أغنام خرفان فلور فينيكول، أو حاجة اسمها تلموجكت، تلموجكت أو فلور فينيكول. أما لو ماعز، التلموجكت سام للماعز، تحقن فلور فينيكول. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بلن أغنام من المطابع. ماشي، ما لا نفس السؤال. عندي أغنام مدة من شهر. ما هو ده السؤال صح، خلص ماشي. كيفية تقديم المياه عند التسمين، وهل هناك إضافات يمكن تقديمها في الماء؟ مع الشكر. لا والله، بالنسبة للمية أنا عن نفسي بستخدم مية مفتوحة باستمرار، موجودة المية ليل نهار. أما الناس اللي هي في المراعي طبعا المية بتكون في أوقات معينة، يعني ممكن مرة الصبح ومرة آخر النهار في الصيف، وممكن بتبقى مرة واحدة آخر النهار أو الصبح أو في الظهر، بتكون في الشتاء بتكون مرة واحدة، ممكن تبقى مرة واحدة في الشتاء في الظهرية، ومرتين في الصيف، مرة صبح ومرة بالليل. ولكن لو توجدت المياه باستمرار ما فيش منها أي مشكلة. نسبة البروتين في قشر فول الصويا، وليه العلف في الصعيد غالي؟ والله العلف في الصعيد غالي دي مش عارف ليه، لأن بس هو عموما كثافة سكانية ممكن مش عالية قوي، والله توقعات يعني، بتبقى في المدينة أرخص في سحب، ولو أن برضك في الصعيد فيها بهايم كتير وفيها غنم كتير وفيها زراعة كتير في الصحراء، وفيها زراعة في أرض زراعية كتير، بس والله مش عارف ليه الأعلاف عندكم غالية، ما عنديش العلم للأسف. بس عموما قلت نسبة البروتين في قشر فول الصويا، طالما في حاجة اسمها قشر، نسبة البروتين أتكلمني على قشر صافي، فهو مادة ألياف، يعني 3-4% بالكتير. لو قشر صافي بدون أي حت، بدون أي كسر من حبة الفول. أما لو نسبة البروتين في قشر فول الصويا متوقفة على نسبة الكسر من الفول، فكل ما كانت نسبة الكسر عالية كل ما كانت نسبة البروتين عالية. فعموما قشر فول الصويا الناعم يعني ممكن تعتبره 7-8% 9%، أنا بحسبه كده تقريبا. هنرد بس السؤال اللي بعده. دراسة جدوى، قلنا دراسة جدوى ان شاء الله هنحاول ننزل دراسة جدوى مع بعضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو تأثير ومدة المنع حقنة الفلور فينيكول على الحليب؟ والله للأسف انا مش متذكرها، بس انت المفروض هتلاقيها في الوصفة، لما تلاقي دواء افتح الوصفة بتاعته من جوه هتلاقي فيها فترة التحريم، فترة السحب لللبن وفترة السحب للحم، هتلاقيها داخل العبوة، لكن انا مش متذكرها والله. ما هو تأثيره على الماعز والاغنام العشار؟ اي حاجة عشار، اي حاجة المفروض تلاقيها كل، لا العشار دي ما تلاقيهاش مكتوبة في الادوار البيطرية، بس خد قاعدة، اي حاجة عشار اغنام او ماعز ما بحقنش الا للضرورة، ما بحقنش الا للضرورة، بمعنى الحاجة تستدعي على حسب الخطورة، يعني الحاجة تستحمل لغاية بعد ما تولد يبقى ما حقنش غير لما تولد. لا والله ما تستحملش، احقنها دلوقتي وان شاء الله ما يحصلش اي حاجة للمولود، يعني على حسب درجة الخطورة. السؤال اللي بعده، اعمل لنا فيديو على اهم التحصينات. والله مش عارف، انا ساكت من الصبح وده.
السؤال اللي بعده، عملنا فيديو على اهم التحصينات. والله انا بالنسبه لي ما بحصنش، بس مش بقولكش ما تحصنش، لازم لو في مرض منتشر عندك، في وباء عندك لازم تحصن. بس انا عشان ما بحصنش ما عنديش خلفيه عن، تقوليش على مواعيدها، ولا عندي خلفيه عن تسمم دموي، تسمم معوي، 8 امراض، وفي الحمى القلاعيه، وفي الجدري، في تحصينات كتير. بس عاوز تعرف مواعيدها بالظبط، تسال اقرب دكتور بيطري ليك. السؤال اللي بعده، بليز مضطر اعرف الجواب. في معلومه دوله عندنا ان الخروف ما بقى يسمن بالشتاء، يعني بياكل على الفاضي ما بيكبرش، هل المعلومه صحيحه؟ لا طبعا المعلومه غلط، الخروف بيكبر في الشتاء وفي الصيف، اللي بيأثر عليه العلف فقط لا غير. زائد النقطه اللي تحطها 3 خطوط 100 خط هي الجوده الخروف. فممكن يكون المشكله عندكم ان الخروف بتاع الشتاء اللي هو هيدخل تسمين، اللي هو عمره 4 شهور مثلا، 3 4 شهور، الخروف ده بيكون مولود في الصيف. ممكن الخروف اللي بيدخل في الشتاء تسمين لو عمر 3 4 شهور مولود في الصيف، ويكون عندكم الاعتماد على المراعي، اعتماد كل على المراعي. ومعروف الصيف بيكون موسم الجفاف، وبالتالي المواليد بتنزل ضعيفة ما بتلاقيش لبن، وبالتالي يدخل يتسمن في الشتاء مولود الصيف، لما يجي يتسمنوا في الشتاء ما بيسمنش. ده اكيد اللي حاصل. اما حكاية ان المعلومة الخروف ما بيسمنش في الشتاء، لا الكلام ده ما فيش منه نهائي، الكلام غلط. الخروف يسمن في الصيف وفي الشتاء، بالعكس يسمن في الشتاء افضل من الصيف واسرع من الصيف. ان الخروف في الصيف العلف الكتير في التسمين السريع، يعني العلف الكتير بيسخن الخروف، اما في الشتاء اعلف براحتك، بالعكس هيدفى الخروف، هيدفى الخروف وهيحول العلف بتاعه بالكامل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك في تعليف الخبز، لكن نضع الخبز في الماء ونخليه يشرب وبعدين نصفيه ونضيف له النخالة؟ مفيش اي مشكلة اذا الغنم بتاكله بالطريقة دي، متعودة عليه، مفيش اي مشكلة. سواء هتاكله الخبز جاف وهتشرب عليه مية، هو هيتحول في المعدة كده، او انت هتلينه وتحط عليه النخالة، مفيش مشكلة. بس اهم شيء كده انت بتعمل مجهود، يعني انت بتعمل مجهود، لان كده الغنم هتاكله بصورة جافة وبعد كده هي تشرب عليه المية، احسن ما انت تنقعه وتعصره وبعد كده تحطه على، او تنقعه وبعد كده تحط عليه النخالة وتقلب. شغل ده يعتبر، ده بيتعمل عندنا في مصر، بيتعمل للفراخ للدجاج، عشان طبعا مش هتاكل الخبزه ناشفه، لكن الغنم بتطحن وبتاكل. لكن لو انت بتعمله والغنم بتاكله مفيش منه مشكله. يعني السؤال اللي بعده، ايه افضل وقت في السنه اشتري فيه غنم التسمين او ماعز عشار بسعر كويس؟ والله الاسعار ما ينفعش، مفيش وقت معين بتشتري فيه بسعر كويس، مفيش حاجه اسمها وقت معين بتشتري بسعر كويس، دي عرض وطلب في السوق، عرض وطلب. يعني العرض قليل والطلب كتير، السعر بيغلى طبيعي لوحده في اي وقت في السنة. العرض كتير والطلب قليل، السعر بيرخص لوحده في اي وقت في السنة برضك، حتى لو في العيد والغنم لحم وفي العيد وعرض كتير وما فيش سحب، هترخص الغنم، ودي حصلت السنة اللي قبل اللي فاتت عندنا. فأي وقت، لا ده الوقت انت بتتابع الاسعار في السوق، لغاية ما تلاقي سعر رخيص ممكن تشتري. اما انهي وقت تشتري فيه غنم تسمين، زي ما قلنا ده ارجع لفيديو مقدمة عن تسمين الاغنام وتعرف امتى تشتري بالظبط. هل يمكن استخدام حبوب فول الصويا بدل كسب الصويا، وما هي الاجراءات المستخدمة قبل خلطه؟ عادي، يمكن عادي طبعا، الجواب عادي تستخدم حبوب فول الصويا بدل كسب الصويا. الاجراءات المستخدمة خلطه مع باقي العلف، انا سمعت انه يحتوي على كمية عالية من السموم، فقال بعضهم يستعمل مدشش، وقال اخرون اضاف معه مضاد السموم نرجو الافاده. اول شيء كزب الصويا مش هو فول الصويا متشوش، لا طبعا، كزب الصويا عباره عن فول الصويا استخلصه منه زيت الصويا، التفل المتبقي ده بيدخل الفران يتجفف، هو ده كزب فول الصويا. دي رقم واحد. رقم اتنين، فول الصويا فيه نسبه عاليه من الزيوت وفيه ماده مش سامه، ماده بتاثر على النمو. الدراسه دي كانت على معموله على الدواجن مش على الاغنام، على الدواجن اللي تعتبر وحيدة المعدة مش الأغنام، اللي هي الحيوانات طبعا المشترة اللي هي الأغنام. الدواجن حيوانات، اللي هي الدواجن تعتبر وحيدة المعدة، معدة واحدة فيها. المهم مفيش مشكلة، الدراسة دي اللي أنا أعرفه أنها كانت على الدواجن مش على الأغنام. الأغنام تاكل فول سليم، فول صويا سليم، مفيش منه أي مشكلة. بس أنت لو سعر فول الصويا ما يعادل سعر كسب الصويا، فطبعا الافضل ليك كسب الصويا مليون مره، لان فول الصويا نسبه بروتين فيه حوالي 35%،
كسب الصويا 44%، لو ده مثلا ب8 والكسب ب9 او الفول ب7 والكسب ب8، لا الكسب افضل مليون مرة بدون ما تضيف اي حاجة. طبعا مضاد السموم ده بينضاف على العلفة عموما عشان لو فيه اي سموم فطرية. ماشي، واحد لسه حاطط سؤال دلوقت. ماشي، ازاي تحدد نسبة الطاقة؟ ممكن معلومات اكتر عن نسبة الطاقة؟ معظم اللي بيتكلم عن نسبة البروتين، انما الطاقة الكلام فيها مبهم، ممكن توضيح. احنا قلنا اتكلمت في موضوع العلف، ان العلف ليه بيتحلل نسبة البروتين ونسبة الطاقة ونسبة الالياف. احنا طبعا مش دراسة اكاديمية، احنا يعتبر فلاح بسيط بيكون علف عشان يعرف اقرب ما يكون يطلع العلف بتاعه مظبوط بقى نسبة البروتين كويسة واقل سعر ممكن. وقلنا العامل الاساسي اللي بيحدد سعر العلف هو نسبة البروتين مش نسبة الطاقة. مصادر البروتين هي اللي بيكون سعرها غالي، وهي اللي بتحدد سعر العلفة وجودة العلفة. فاحنا اخذنا طبعا، وكل الشركات بتاخد، حتى تلاقي على اي شكارة علف مكتوب علف كذا كذا نسبة بروتين كذا، ما بيكتبلكش الطاقة، ما بيكتبش نسبة الالياف، على الشكارة بيكتب نسبة البروتين فقط لا غير. فاحنا اللي يهمنا كيعتبر كفلاح بسيط او كمربي بسيط، اللي يهمنا نسبة البروتين، فبندور نسبة بدون تعقيد لحساب نسبة الطاقة. هتخش تحسب نسبة بروتين مع نسبة طاقة ونسبة الطاقة اللازمة لهضم البروتين، هتلاقي نفسك داخل في تعقيد، دخلنا في دراسة أكاديمية. لا، أنا بقول لك احسب نسبة البروتين تلقائي بإذن الله، الطاقة والألياف هتيجي مظبوطة إن شاء الله لوحدها، بس تحسب نسبة البروتين المظبوطة اللي أنت محتاجها. وإزاي بتتحسب نسبة الطاقة؟ زي نسبة البروتين بالظبط، كل مادة الذرة لها نسبة طاقة. الذرة تقريبا 2900 أو 3000 كيلو كالوري لكل كيلو جرام. القمح تقريبا 2600 و2700، الشعير تقريبا 2500. يعني كل مادة ليها نسبة طاقة، زي ما بتحسب نسبة البروتين هتحسب نسبة الطاقة، تضرب كل نسبة في نسبة الطاقة بتاعتها هيطلع لك الطاقة في العلف بالكامل. في سؤال لسه دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي أسئلة قد تكون غريبة شوية. ماشي، كيف يتم الشراء من السوق؟ يعني هل اخذ عربية نقل معايا او بنقل هناك من عربيات تجار؟ والله انا بفكر باذن الله، يعني هنعمل فيديو من السوق مباشر ان شاء الله وانا بشتري، عشان اوريك ازاي تشتري وازاي تنقي وتختار وانت بتشتري. ماشي، ده سؤالك، كيف يتم الشراء من السوق؟ يعني هل اخذ عربية نقل معايا او بنقل هناك من عربيات التجار؟ انا عن نفسي بروح، اما ساعات يعني بروح معايا عربية من هنا، وساعات بروح مواصلات ونجيب عربية من هناك. ساعات بروح على حسب الحاجة اللي أنا ناوي أشتريها. ناوي أشتري وعارف السوق كبير وهلاقي فيه طلب إن شاء الله، باخد معايا عربية من هنا وبجيب غنمي من هناك وبنروح، تاخدني من البيت وترجعني البيت. لو السوق لسه بستطلع السوق، أو السوق صغير ممكن ألاقي ممكن ما ألاقيش، لا بروح مواصلات وأدور على عربية من هناك. لو انا مثلا زودت نسبة البروتين في العلف لاربعين او خمسين، هل في ضرر؟ طبعا في ضرر، الغنم الكبد بتاعها هيتضمر والكلى هتتضمر، وزائد ان انت هتعمل علف سعره غالي جدا، بروتين عالي جدا كده هيصبح سعره غالي جدا، غير مجدي اقتصاديا. فانت العتبة بتاعتك الحد الاقصى 22-23 في الاحجام اللي هي مفطومة بدري، لو عمر شهر ونص ولا حاجة، شهر ونص وعاوز تفطمه بدري، ده بتدي له علفة بروتين عالي 22-23-24 لمدة شهر بس يشد حلو، وبعد كده بتنقصه تدريجي واحدة واحدة، تثبت على 18-17، متوسط الدورة 16%-17%. هل وجود الفراخ في المزرعة خطر على الأغنام؟ والله في أمراض بتتنقل طبعا عن طريق الفيران، يعني الفيران ما بتقعدش غير في المعالف وتتبول في المعالف طبعا، وبتزفر المعالف، والمعروفة الفيران ناقرة للأمراض، يعني ممكن تنقل لك أمراض للأغنام أكيد، زائد أنها طبعا بتتباول برضك وتنزل فضلاتها داخل شكاير الأعلاف، داخل أكياس العلف. فلازم تحافظ على علفك بعيد عن الفيران، وتحافظ على نظافة المعالف كده. إن شاء الله يعتبر الفيديوهات الأسئلة كده تمت إن شاء الله. اللي عنده أي سؤال يكتبه أسفل الفيديو، وإن شاء الله في أقرب فرصة يوم يومين ثلاثة بإذن الله هنجاوب على الأسئلة إن شاء الله. ومحدش يكتب أي سؤال تحت أي فيديو
تعليم. أسئلتك كلها أسفل فيديوهات الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.